التقى الإخوة بعدما اكتشفوا أن يوسف أمامهم الذي وضعوه في البئر، وقالوا إن الذئب أكله وتآمروا عليه، وإذا هو عزيز مصر يحكم مصر بأسرها، وإذا الخزانة تحت يده، وزارة المالية يدبرها، القوت، القرار السياسي، القصر، فيبهتون ويقولون: أأنت يوسف؟ أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. ماذا كان جوابهم؟ إنه الاستعطاف في نهاية ما يصل إليه الإنسان من اعتذار أمام إنسان هو أساء في حقه: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يقسمون بالله: إن الله قد فضلك علينا، وإن الله سبحانه وتعالى أكرمك علينا، وإن أخطأنا في حقك كثيرا. يا لك العبارات التي تندى رقة وعذوبة واعتذارا، هذه أجل العذريات. ويأتي جواب الكريم: الآن هو يملك القوة والسيف وبإمكانه ينتقم وهو ملك، قال: لا تثريب عليكم اليوم. حتى مجرد التثريب لا تثريب، حتى مجرد العتب لا عتب، حتى لن أذكركم بالماضي، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إنها كلمة ساطعة جدا في العفو، إنها أعظم كلمة قيلت في التاريخ في العفو.